الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعث الله إليه يوم القيامة. حديث متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمر هذا هو مثل اختصار من حديث أنس رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه. وهذا يدل على أن عائشة لم تكن تدري أن هنالك عذابا في القبر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ويصرح بذلك ويستعيذ من ذلك في الصلاة. فلما سألت عائشة وحدث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم التزم بعد ذلك أن يستعيذ بالله من عذاب القبر تنبيها وإنذارا وتذكيرا لنفسه ولغيره. حديث عائشة رضي الله عنها جاء لإثبات عذاب القبر، وإنه يشتمل على قضية مهمة، وهي أن اليهود كانوا يعتقدون في عذاب القبر، وأن عائشة رضي الله عنها سمعت بعذاب القبر أول ما سمعت من امرأة يهودية. هذه الامرأة اليهودية كانت تأتي إليها، لأن تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة كان تعاملا إنسانيا خلقيا كريما. فلما غدر اليهود وخان اليهود ونقض اليهود العهود، عند ذلك استحقوا العتاب والعقاب والإخراج. ولا توجد هذه العقيدة في كتب اليهود الآن، أضاعوها نسوها. فقد تغيرت الديانة اليهودية ونصوص كتابها كثيرا عما كانت عليه في القرن السابع، لا سيما بعد ظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأفدنا أيضا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإجابة على سؤال عائشة رضي الله عنها عن عذاب القبر بدأ يبدي اهتمامه بالتعوذ بالله منه، أي من عذاب القبر، في الصلوات. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به وكادت تلقيه. اضطربت هذه البغلة، قلقت وحادت عن المكان في حالة الاضطراب، وخشي على النبي عليه الصلاة والسلام أن البغلة سوف تلقيه من ظهرها. هكذا كان. ورأينا: وإذا أقبر ستة أو خمسة، يعني كانت هنالك قبور. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فما متى ماتوا؟
قال في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني الأمة الإنسانية، لأنهم كانوا مشركين وكانوا قبل الإسلام. فلا يراد بقول إن هذه الأمة أن الأمر خاص بالمسلمين، هم الذين يعذبون ويترك اليهود والنصارى والمشركون والكفار. وقد فهم بعض الظاهريين والحرفيين من هذه اللفظة هذا المعنى وأخطأوا خطأ كبيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعوا منه. ثم أقبل بوجهه علينا، توجه إلى الصحابة فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم. فهذا الحديث عن زيد بن ثابت يفيد سماع بغلة بصيحة المعذب التي ذكرت في حديث أنس بصورة مجملة، وصدقتها هذه الحادثة الخاصة. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بحالة الدابة المذعورة الخائفة، وبما كشف له بعد ذلك أدرك عذاب المعذبين، فسأل عن المقبورين فأخبر بأنهم كانوا مشركين. دل ذلك على أن قول تخصيص عذاب القبر بالمسلمين تخالفه هذه الأحاديث كلها، وهذا فهم خاطئ من الذين فهموا أن هذا الموضوع يتعلق بالمسلمين فحسب. كيف يكون ذلك؟ هل المسلمون هم المعاقبون المعذبون؟ وتخصيصه بمن يقبر دون الحريق والغريق وغير ذلك ترده كل النصوص المتعلقة بالجزاء والثواب والعقاب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الاعتبار والاتعاظ والتوقف للدراسة والنظر والتجاوب بما تمليه الحال، فأمر أصحابه بالتعوذ بالله من عذاب القبر ومن الفتن ومن الدجال. نعوذ بالله تبارك وتعالى من البلايا والمحن والشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر. نعوذ بالله تعالى من الدجال، بل من الدجاجلة كلهم، ومن كل من يمهد للدجال، ومن الأسباب التي تؤدي إلى الدجال. نعوذ بالله من كل ذلك، ونتوكل على الله تبارك وتعالى، فهو حسبنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.